اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولد يا ولد ما اشترك بالقناة خلي اشترك وراح انسيكم تكملة مال البارحة صار فيها البارحة. طول راحت كلها، فمن راحت تأخرت ساعة ونص ساعتين ما اجت، فساعتين واربعين دقيقة جن كلهن بلمتهن بلمتهن كلهن جني تك ما نقصت. ساعتين واربعين دقيقة ضبط حسبت لهن حساب، وان شنو قلت الطيور راحت هاي هسه هي طايرة، قلت راحت ما تجي بعد يعني تأخرت كلش. الدورة اجت تعبانة مسقطة، اجت مسقطينها شامرة جناحاتها بالقاع هاي. طبعا اكو بيهن طايرة بيضة هاي هنا، فراح اعوفها ثلاث مرات بيض ما ادري رابع مرة راح اطيع اعوفها. ما اعرف وين راحن هاي. وهاي الخانة هذا النجو لان عنده قديمات جبتها حطيتها هنا، فانا راح اعوفها بيبانها مفتحة، اعوفها كلها بيبانها مفتحة، بس عندي هنا سويهن واجية باب ينفتحون ينسد واسقفة هاي من ناس قفها من باب ينفتحون ينسد واشمر عراف لهاي الكبار اشمرها هنا. يوم كبار عمرها سنة ونص تقريبا اشمرها هنا ازقها اخذ من عندها تفريختين ثلاثة بعدين ما اطيرها يعني. وهي اقول وهي على الحلة طير بيها يعني هنا اخليها دكتور فوق هاي. هاي طبعا الطيور هاي الكبار تعال اصورها لكم، فراح اقعدها ازقها بس اجيب لي طيرة شتفها بس ود وطيرة لهذا هم ينحام رجوز اشوف لي، والباقيات هو يزوج بينات تزوج هي كلها الطابقة هم متزاوج المهم طيرة فحل كلها بس اطبقها ان شاء الله شيلها منها اطبقها هناك. وجوز هذا البرج اشيله، هذا البرج جوز اشيله ما شو حاط بكل شو ما حاط بي ترى بذن التور تور راح همين اجيب لهم طواير واطبقهم بالخانات. هاي الطيور طبعا صار لي يمكن اربعة ايام افزز بهم بالليل يعني مو بالليل يعني بالستة افزز بيهن يعني هاي ثالث يوم فززتهن امس ثالث يوم نشرت لكم همين فيديو قصير وقعت بستة الى عشرة هي طبعا هنا هسه نقصاتي لهم طير ما وياهم طير بعد ما جاي ما نشوف وين رجعون شلتن وين راحن مدري وين راحن. بعد النقصات اللي انتك يمكن ما اعرف يمكن يجوا ياهن من بعد السنة تأخر ولا مين لا اعرف. طبعا داك ما تصيد وذاك البولندي يا مخلوع بس مرة مو مخلوع متفوخ انضرب وورم فبعده يصفى يطير شعالية فنصحونا يعني نطبق طيورنا ولا ناخذ من الهن فالتفريخة زقة زقتين منا للموسم طير للصيف نطير لكم بيها طير لكم اربعين خمسين نسوي لكم من جوا طيورنا تبوا كتبونا بالتعليقات نشوف نعم ده البرج راح يفرغ لان راح يفرغ هذا البرج وهذا جوز اشيل هذا شو اسوي يعني هذا عندي راح يفرغ وينه هذا عندي راح يفرغ الاخضر شو اسوي بعد اشيله احسن شيء الطير بعد طايره يعني الجو صار حلو تغير الطيور ما عليها
الطائرة حتى ساعتين ثلاثة. سعد يجيني يقول لي شنو طيس امس انا طايرها ساعتين 40 دقيقة امس يلا كان تممت كلها وانتو شفتوا الفيديو مالتهم شعور قويات كلش. فهذا راح انزله هذا بوج راح انزله ما يفيد بعد شو اسوي زايد هنا صاير ومخرب السطح حميا فراح انزله واسوي لي محطات مكانه هي وبعد شنو هاي انزلها حميا اسوي له الدجاج جوا نياس من الواجهات ننزل هنا واي فيدا بعد لان قد هذا فارغ هذا تطلع الفرخة انقلها لهذا البرج احسن شي لان راح اشد لهم حلات هسه شوي اشد لها حلات طيور لان جاي تنقص زافت راح اشد لها حلة واوفع الحلة وطيب فيها احسن شي على الحلة شو اسوي شنو كل يوم نقص التيك طيور زايفة كل شي يعني سجيت لقيتهم بيضة هاي بيضة الى بيضة واني تذكرون كسرت البيضات مالاتهن كل فترة بيضت فراح افتح لكم اياها هاي الكبار لان زمان ما فاتحها سوان راح نفتحها لاني متولكات يا اخي بعد واحد طير 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 حتى المتولكات كلها شمارتها شفتي شردت ركضت هاي من زمان ما فاتحها بقولها صارت لك جو ايش كبر اخذت التم اسحبت التم شويه اعرف وين نساء هاي منها راح تجي ها شوفوها هاي التمت هاي التمين كل نسوي هاي يا امهاتها طبعا اني مهات اللي وياها نشوف هاي الطيور تريد تركض من زمان ما بتروح تركض كلها ترى نسلها بعده العواشر بعد هي تواسى بيهن همية مشلعات كلها شال عفين ثلاثة سوا بدلاتهن فبعدهن ودرد اعطيهن مال ديدان علاج فقلت لي صفي نكمل تصفية كاملة لين نعطيهن العلاج لان اعطينا هسه بعد ما اكل يبي نص نسل ويوقف مو زين اللي ينتظر فهميا اذا متولكه هم نصفى ونطع علاجات كل شيء هاي علاج نعطيهن هو اهم شيء مال الديدان ترى شو رايكم بيها سمو عدد حلو ان شاء الله الموسم الجاي نطلع لكم 60 70 اذا يعني ما بلش بيها المرض طلع لكم هو والله انا طلعت كلش هواي بس المرض يعني ما خلى دمرهم قلت لي تنزل فخلنا ننزل هاي هاي العلاقة سألتون الموسم الجاي نسوي لكم السطح هذا السطح الثاني نسوي شوفوا وين قلب طبعا بيهن يعني شلون عبرن من ذن الكبار عبرن هيج كم تك 4 مدري 5 سنين
هسه شوي يجي هذاك واحد من عندهم على طول. لو يجي لو ما يجي مو اكيد. هسه بالكت تنزل نبيهم توركات كلش. يلا ننزل شوف دواك وين طيب. هاي راح تنزل. وين نزل؟ تعال نزل. ذاك فوق هم ذاك. ذاك طيب من عندهم طفر. والله بيهم توركات بس شنو ما ينزل. طيب من زمان ما طاير. هاي نزل الشاملي. هاي نزلت كلها. ايش كل شن سوى 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 سوى. يلا عمر لهنا ننهي الفيديو. ما اشترك في القناة خلي اشترك وفعل الجرس. وهاي هي.